تكذبوني، قولوا من أن المطالب التي ذكرتها ليست صحيحة، قولوا إن الوثائق التي عرضتها مزورة. أنا لا أقول لكم كذبوني بلقمة ولا بلقيمة ولا بفتفوتة من لقيمة ولا بفتيفتة من فتفوتة من لقيمة، ولا كذلك أقول لكم كذبوني بجزء من فتيفتة من فتفوتة من لقيمة، ولا أقول لكم كذبوني بجزيء من جزء من فتيفتة من فتفوتة من لقيمة، أقول لكم كذبوني بما هو دون ذلك، كذبوا. هذه هي الحقائق يا أيها الشيعة، وهذا هو الصدق. عليكم أن تشخصوا أين تضعون أقدامكم. قلت لكم مجموعة حلقات الخمس اجعلوها نقطة دالة، إما أن تضعوا علي خطين متقاطعين ولا تتابعوا برامجي، أخاطب الذين يطلبون الحقيقة لا شأن لي بالآخرين، وإما أن تضعوا خطين متقاطعين على المذهب الطوسي النجس بكل مراجعه وبكل عمائمه وبكل مؤسساته وبكل تفاصيله القذرة. هذه نقطة دالة واضحة، اغتنموا الفرصة، اغتنموها كي تعرفوا أين تضعون أقدامكم. لقد طال الزمان وأنتم تضحكون على أنفسكم وتسمحون للآخرين أن يضحكوا عليكم. قفوا مرة واحدة وكونوا في حالة جد، لا تضحكوا على أنفسكم ولا تسمحوا للآخرين أن يضحكوا عليكم، لا أنا ولا غيري. تفحصوا الحقائق بعقولكم، ولكن قبل ذلك عليكم أن تحترموا عقولكم، تفحصوها وتأكدوا منها، وبعد ذلك خذوا قراركم أين ستضعون الخطين المتقاطعين.